ربنا يديها الصحه ويبارك في عمرها كانت بتشتكي من خشونه في الركبه والتهاب في مفصل الركبه ومفصل الكتف، لدرجه ان هي ما كانتش لا بتقدر تمشي لا تطلع سلم، حتى ما كانتش بتقدر تمسك الموبايل او تبص عليه، ما كانتش تقدر ترفع دراعها. كان الموضوع صعب جدا وكانت متالمه لدرجه فوق الوصف. جربنا ادويه كتيره، مسكنات، كان الوضع بيتحسن شويه مع المكملات الغذائيه، كان الالم والورم يخفوا، لكن برضو مش بتقدر تمشي وتتحرك بحرية أو تطلع السلم أو تتحرك زي ما احنا عايزين. مؤخرا ربنا وفقنا وخدت حقن الهيرونيك أسيد في الركب وفي الكتف، والحمد لله الحمد لله رب العالمين. بعد 5 أيام تقريبا بدأت بتتحرك بحرية وبدأت تنزل السلم بعد ما كانت بتخاف أصلا تمشي. أنا ليه بحكي القصة دي؟ بحكي القصة دي عشان أقول لكل الناس اللي تعبت من آلام المفاصل والمسكنات إن في لسه أمل، وإن في علاج ممكن تاخده. أحيانا ممكن يبقى غالي شوية، لكن العلاج ده موجود. حلقة النهاردة من جوه الصيدلية هنناقش حقن الهيالورونيك أسيد أو حقن الركب بالتفصيل، وهندي لكل حاجة حقها عن أنواعها وأسعارها وإيه الفروقات ما بينهم. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. ولان اكيد دعمكم بيفرق، فكل دوسة على اي زرار سواء كانت لايك او انك تعمل شير لمحتوى الفيديو ده مع اي حد ممكن يستفيد منه، ده بيدعمنا جدا جدا جدا. هتلاقوا لينك لصفحة الفيسبوك والانستجرام علشان نبقى على تواصل دايما مع بعض ويوصل لكم كل جديد. شكرا ليكم من كل قلبي على دعمكم. عمرو ابو بكر، اهلا بيكم في حلقة النهاردة، حلقة جديدة من جوه الصيدلية بنتكلم فيها عن حقن الركب، حقن الزيت، حقن الهيالورونيك أسيد. عشان اكون امين معاكم، لو انا استخدمت المكملات الغذائية في المرحلة الثالثة مش هتجيب نتيجة كويسة جدا، وهيبدأ يخف الورم شوية الالتهاب شوية، لكن مع اي حركة تانية هيبدأ الموضوع يبقى موجود. علشان كده انا بنصح كل الناس، وزي ما جربت مع والدي ووالدتي، حقن الهيالورونيك أسيد اللهم لك الحمد كان تأثيرها سريع جدا، عاملة زي الزيت كده، جل كده بيبدأ يخليه المفاصل تقل الاحتكاك خالص ويبداوا يتحركوا بشكل كبير جدا. انا هشرح لكم حاجه شويه هتلاقوها يمكن مختلفه، بس انا هقول لكم في الحقن اللي موجوده في السوق في اسماء كتير جدا جدا موجوده في السوق، وفي انواع كتير، في من اول 130 درهم لحد 2500 درهم للحقنه الواحده. طب ايه الفرق ما بين كل واحد والتاني؟ معلش اصبروا معايا واستحملوني وافهموا الحته دي عشان تعرفوا تختاروا صح. احنا هنتكلم على 3 جينيريشن، على 3 اجيال من الحقن، كل واحد بيعتمد على كثافه الهيالورونيك اسيد ده. كل ما قلت كثافه جزيء الهيالورونيك اسيد، كل ما هيعدي جوه السائل الزلالي ويبدا يحاوط المفصل ويبدا يديني تاثير مضاد للالتهاب، وكل ما زادت الكثافة بيديني تأثير الميكانيكال، أو هو تأثير الزيتي، تأثير الجل، تأثير اللوبريكانت الليونة يعني. يبقى أنا دلوقتي لو قلت الكثافة بتاعت الجزيء ده بيشتغل كمضاد للالتهاب، ولو زادت الكثافة بيشتغل كمضاد للاحتكاك. هنروح دلوقتي نفهم ان عنصر الهيالورونيك اسيد ده مختلف، مش حاجه واحده. في العنصر زي ما هو موجود كده الناس بتجيبه وبتحقنه، في شركات بتقول لك لا انا لازم اخد الهيالورونيك اسيد ده وابدا اشتغل عليه بطريقه اخليه احسن 100 مره، وده اللي هنشوفه دلوقتي. اول نوع معانا وهو ده النوع الاولاني والنوع العادي اللي بيستخدموا فيه الهيالورونيك اسيد زي ما ربنا خلقه. التركيز بتاعه بيكون 10 ملي جرام في الملي الواحد، وبيستخدم في الحالات الخفيفه والالتهابات اللي لسه في اولها. في السوق هنا موجود حاجه اسمها الهايلجان سولباسين والاستونيل، سعرهم من 132 درهم لحد 200 درهم. النوع ده بيكون الوزن الجزيئي او الكثافه بتاعه المركب كثافه قليله، فاحنا قلنا لما يكون الكثافه قليله فهو هيعدي جوه ويبدا يشتغل اكتر على ان هو يساعد على الالتئام والعلاج اكتر من دورها كايه، كملين او مضاد للصدمات. وبعد كده بنروح لنوع الوسط زي ايه، زي الهايل وان السولباسين اللي هو الوان شوت، والاستونيل بلاست، والكوكس اريثرام. الكوكس اريثرام بيجي معاها منتول عشان يخليه يقعد فتره اطول، سعرها بيبدا من 550 درهم للحقنتين اللي هم بيجوا في علبه واحده ل 1200 درهم. تاثير الحقنه بيقعد من 6 ل 12 شهر على حسب نوع الحقنه وعلى حسب استخدامها، وعلى حسب كمان تركيز الهيالورونيك اسيد جوه الحقنه، وعلى حسب هل انت استخدامك شاق، يعني انت بتلعب تمرينات بتتحرك كتير ولا انت في العادي. النوع الوسط ده بيكون تركيز الحقن من 20 ل 25 ملي جرام، الوزن الجزيئي بتاعه بيكون عالي، عشان كده بتستخدم في الحالات المتوسطه اللي احنا محتاجين فيها بسرعه ان احنا نقلل الاحتكاك ونزود الليونه.
اما النوع الافضل اللي انا اديته لوالدتي هو كان الهاي موفيز، وده النوع الاخير. الهاي موفيز بيجي معاه المونيفاسك والديورالون، التركيزات عالية واسعارهم كمان غالية جدا شوية مقارنة بالنوع الاول او النوع التاني. يمكن زي ما احنا قلنا يمكن عشان هم افضل حاجة موجودة في السوق، ويمكن ده عشان ده الترند اللي موجود دلوقتي. لو جينا بصينا على الهاي موفيز، الهاي موفيز ده من الحاجات اللي هم بياخدوها لعيبة الكورة، يعني اللي هم لما بيجي عنده حاجة في ركبة فبيديله حقن في ركبة، هي دي حقن لعيبة الكورة. هنلاقي الوزن الجزيئي بتاعه قليل مع انه موجود في الحالة الثالثة. بيقول لك ان هو الوزن الجزيئي بتاعه قليل، لكن هو هيشتغل بالاثنين، هيشتغل ان هو هيعدي ويقلل لي الالتهاب بشكل كبير جدا، لكن هو الهيالورونيك اسيد اللي معمول ده في الثلاث انواع معمول بتكنيك مختلف. اللي معمول في الانواع الثانيه معمول حاجه بكيميكال بوندينج كده، يعني معمول بيخلوا بدل ما هو الهيالورونيك اسيد زي كده بيخليه يربط على بعضه فيخليه يعمل زي الشبكه، فلما يعمل زي الشبكه كده ما يتكسرش بسرعه فيستحمل الاحتكاك ويستحمل الصدمات. لكن في الهاي موفيز معمول بتكنيك مختلف تماما خالص، معمول حاجة اسمها المور اللي هو حاجة اسمها موبايل ريتيكولم. الريتيكولم ده او الموبايل ريتيكولم ده غير ان هو بيخلي الهيالورونيك اسيد كشبكة بيخليه كمان يعمل زي المغناطيس، الشبكة كده لو ضغطت عليها قوي تاخد الصدمة وتطلع تاني زي المغناطيس بالظبط، فعشان كده بيقلل كتير جدا من الصدمات، وفي نفس الوقت زي ما احنا قلنا ليه دور فعال جدا كمضاد للالتهاب. زي ما احنا قلنا عشان الخصها حقن المفاصل من الحاجات اللي بتستخدم لو انت خلاص او مش قادر تتحرك، بيختلف من نوع للتاني للتالت على حسب التكنيك اللي معمولة بيه الحقنة وعلى حسب حالتك انت كمريض. هل الحالة محتاجة ان احنا نعالج، محتاجة ندي حاجة مضاد للالتهاب، او الحالة يعني مضاد الالتهاب مش هيجيب معاها نتيجة واحنا محتاجين اكتر ان احنا نشتغل على ملين اكتر ومضاد للصدمات بشكل كبير، هو الدكتور اللي بيحدد. المشكلة الأساسية بس في موضوع حقن الركب ان حقن الركب لازم الدكتور هو اللي يديها لك، يعني انت مش هينفع تاخد حقن الركب وتروح لأي حد يديها لك، لازم دكتور يكون متمرس وبيدي الانترا ارتيكولر انجكشن، بيدي حقن جوه الركب، لازم الدكتور يكون متدرب عليها كويس، لان اي حركة يمين ولا شمال بتكون مؤلمة بشكل مش طبيعي. ده كان باختصار شديد عن ألم المفاصل وعن المكملات غير غذائية وعن حقن الركب، ونشوفكم على خير في حلقة جاية من جوه الصيدلية. كان معاكم عمرو أبو بكر، في رعاية الله.